السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتي الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الوزير الأول يستعرض حصيلة وآفاق عمل الحكومة أمام البرلمان ويؤكد عزم البلاد على استعادة نموها الاقتصادي. الكشف عن وصول عائدات موريتانيا من الجمارك إلى 212 مليارا في الاحتفالية بيوم الجمارك الدولي. وزير التشغيل والشباب والرياضة يقول إن موريتانيا جاهزة لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. استعرض الوزير الأول الموريتاني محمد البلال صباح الأربعاء خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية حصيلة عمل الحكومة لسنة 2020 وأفق العمل للعام الجاري. وتناول الوزير مواضيع من بينها الأزمة الصحية والاقتصاد، حيث أكد أن البلاد تمكنت من مواجهة الأزمة الصحية وتبعاتها دون خسائر كبيرة. وعبر الوزير عن عزم البلاد على استعادة النمو الاقتصادي تدريجيا بالتزاوي مع تنفيذ برنامج الأولويات الموسع عبر ديناميكية تنموية شاملة ومستدامة تقوم على العدالة الاجتماعية وتدفعها إدارة فعالة قريبة من المواطنين وفق تعبيره. قدم نائب أوكجوجة مساءلة في البرلمان لوزير النفط والطاقة والمعادن بشأن ضعف مساهمة شركات المعادن في التشغيل والتنمية المحلية في المناطق العاملة فيها. وقال النائب في مساءلته إن الاتفاقيات مع شركات المعادن الأجنبية لم تنعكس إيجابا على واقع السكان في مناطق استغلال المعادن. بالنسبة للاتفاقيات، ورأس تمتلك ثقيلة من الاتفاقيات المجمية والتي أعطت الكثير من الامتيازات للمستثمرين المعدنيين وقابل فيها الجانب الوطني، وتم تعليل ذلك بأن هذه الاتفاقيات هي نسخة طبق الأصل من اتفاقيات مشابهة مع الدول الكبرى، إلا أنهم تناسوا أن هذه الاتفاقيات ليحاولوا إسقاطها على بيئة تختلف كلياً عن ما هو موجود ومتاح لدى هذه الدول. فهذه الدول تمتلك نظام مصرفي قوي قادر على تمويل الصناعات وقادر على استيعاب هذه التمويلات، وبالتالي هذه الاستثمارات كاملة لا هي تمشي في الدورة الاقتصادية الوطنية وتعود حكما استثمار وطني، معناها أنها لا تعطى قاع المعادن لكن لا يرجع لها كامل يعتبر استفادة، بينما بالنسبة نحن هاي العوامل كاملة ما هي متاحة. وفي رده على السؤال قال وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام والمحمد صالح إن موريتانيا تسخر بثروات معدنية كبيرة، غير أن الاستثمار الأجنبي ما يزال محدودا، مشيرا إلى أن عقلية بعض الموريتانيين بشأن دور الشركات الأجنبية خاطئة، يعتقدون أنها ينبغي أن تقوم مقام الدولة. موريتانيا عندنا نموذج فذهان قديم للشركات المعدنية، هو نموذج مش شرماء اللي خلقت في ظروف تعرفوها تاريخية معينة، وجات وأسست مدن فعلا، زويرات ما كانت موجودة ونوادي بغانا ذاك ما كانت موجودة، كامل تأسس تقريبا على يد مش فرما، وأعطت الصحة والتعليم وكأنها حلت محل الدولة، وأعطتها الدولة مولي امتيازات استثنائية. وظاهر لأن هذه إشكالية، لأن كلنا دائما عندنا هاي ذهنية ونتخيل أن على شركات المعادن بأنهم يالتهم يعودوا كاملات يقوموا بذاك الدور، وبأنهم يالتهم يحلوا محل الدولة، وهذا ظاهر لأنه خطأ خاصة بالعالم اليوم، ولا تلقى سامح به أولا الزمن متطلبات عاد أكبر، وهي قاع ما هي ما بالضرورة عندها القدرة لا المالية ولا الفنية بتقوم بذاك الدور. وسرد الوزير ما قال إنها عوائق أمام الاستثمار الأجنبي في موريتانيا، مؤكدا أن قدرة البلاد على استجلاب الاستثمارات في مجالات المعادن ما تزال محدودة، وهذا ما يتطلب تحسين بيئة الاستثمار واستجلاب الاستثمارات الخارجية. هناك عوائق كبيرة تحول دون قدرتنا على استجلاب الاستثمار الخارجي،
ويالله نعود في الهان بلنا اللي عندنا ندور ونستغلوا هذه المواد اللي عندنا وهذه الثروه اللي عندنا، لابد ان نحسن من بيئتنا ونعود مرحبين بالمستثمرين بدل ما نعود دائما منفرين للمستثمرين. وهذا المستثمرين عاده شرائك ما هي اسلحته وتعمل على مستوى جميع دول العالم، وتعرضون تعطي اولويات، واذا مشيتوا شفتوا تصنيف موريتاني لقائمه الدول الاستثمار قدرتها على جلب الاستثمار، لا تشوفوا على مع الاسف تصنيف موريتاني ما زال ما هو جيد، وهذا كان نعمل عليه وتعمل على كل حال عليه الحكومه من اجل زياده قدرتنا لاستقطاب هذه الاستثمارات الخارجيه. وليست هناك تنميه ولا بلد واحد ينمو من دون استثمارات خارجيه كبيره. قال وزير المالية محمد الأمين ولي الذهبي إن مداخل الجمارك السنة الماضية بلغت 212 مليار أوقية قديمة رغم الظروف غير المواتية التي تميزت بتراجع المبادلات التجارية العالمية بفعل الجائحة حسب تعبيره. وجاء حديث الوزير خلال احتفالية نظمتها إدارة الجمارك بمناسبة اليوم الدولي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام. وأشار الوزير إلى أن قطاع المالية عمل خلال الفترة الأخيرة على الرفع من قدرات قطاع الجمارك من خلال الاكتتاب والتكوين والتشييد وترميم المباني واقتناء التجهيزات والتسريع وتبسيط الإجراءات. لقد عمل قطاع المالية خلال الفترة الأخيرة على الرفع من قدرات قطاع الجمارك من خلال الاكتتاب والتكوين وتشييد وترميم المباني واقتناء التجهيزات وتسريع وتبسيط الإجراءات. وسيتم ابتداء من هذه السنة اعتماد مخالصة رقمية تعتبر خطوة هامة على طريق الدفع الإلكتروني. وقد تكللت تلك الجهود بتحصيل 212 مليار أوقية جديدة رغم ظرف غير موات تميز بتراجع المبادلات التجارية العالمية بفعل الجائحة. تلك الجائحة التي لم يسلم منها حفلنا هذا، حيث حالت دون توجيه الدعوة لجمهور عريض دأب على مشاركتنا أفراح هذا الحفل على مدى السنوات الماضية، وعليه فإننا نلتمس المعذرة من الجميع. وأشار الوزير إلى أن موريتانيا تمكنت من مواجهة الجائحة عبر مجموعة من البرامج والتدخلات الخاصة، أبرزها صندوق كورونا والسيادات التي أعلن عنها الرئيس في الذكرى 60 لعيد الاستقلال الوطني. قامت بلادنا بإعداد برامج استباقية ومتزامنة مع ظهورها للحد من تداعياتها على المجموعات الهشة ولترقية الأنشطة الاقتصادية الكفيلة بتأمين الخروج منها. وفي هذا الإطار جاء البرنامج الرعمي الخاص وبرنامج الأولويات الأصلي والصندوق الوطني للتضامن ومكافحة فيروس كورونا وبرنامج الأولويات الموسع وكذا الإجراءات التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في خطاب ذكرى 60 لعيد الاستقلال الوطني، والتي شملت زيادة معتبرة لمعاشات المتقاعدين ورفع تعويضات موظفي القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم ودعم بعض أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقات المزدوجة ورفع مستوى التحويلات الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها ومن التأمين الصحي. قال حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم إن رئيس الحزب صالح والحنانة التقى الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني أمس الثلاثاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، مؤكدا أن اللقاء كان إيجابيا وشاملا. وقال الحزب في إجاز صحفي أن لقاء رئيسه بالشيخ الغزواني هو الثالث من نوعه منذ تولي الأخير مقاليد السلطة قبل سنة ونصف من الآن. أعلنت الرئاسة الموريتانية تعيين اللواء محمد فالو المعييف قائدا مساعدا لأركان الدرك الوطني، وهو المنصب الذي كان شاغرا منذ الشهر الماضي. وسبق لو المعييف أن تولى عدة مناصب من بينها الأمانة العامة لوزارة الدفاع ومنصب المدير العام للأمن الخارجي والتوثيق. ويأتي تعيين قائد مساعد الدرك ليحل في منصب اللواء عبد الله والأحمد عيشة الذي تم تعيينه الشهر الماضي قائدا لأركان الدرك. انطلقت أمس الثلاثاء بالمدرسة الوطنية للإدارة النسخة الخامسة من الملتقيات الحكومية لتنشيط الجهاز الإداري الخاص بمديرية الدراسات والتخطيط. وقدم خلال الملتقى
وقدم خلال الملتقى عرضا يتعلق الأول منهما بالسياسات العمومية والتسيير الموجه نحو النتائج، فيما كان الثاني حول إعداد خطط العمل والمتابعة والتقييم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. انطلاق النسخة الخامسة من الملتقيات الحكومية لتنشيط الجهاز الإداري والخاصة بمديري الدراسات والتخطيط. مستشار الوزير الأول المدير العام لتنسيق العمل الحكومي يسلم الحمدان قال إن المشاركين سيناقشون بشكل خاص المرتكزات المعيارية التي تم وصفها لتكون دليلاً يساعد في التغلب على النواقص الملاحظة في صياغة خطط العمل بما يضمن جودتها ويسهل متابعتها وتقييمها. وأوضح أن برنامج تنشيط الجهاز الإداري صمم انطلاقاً من تشخيص رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني لواقع مرافقنا العمومية وسعياً إلى الوفاء بالتزاماته حسب تعبيره. وسيتم خلال الملتقى تقديم عرضين يتعلق أحدهما بالسياسات العمومية والتسيير الموجه نحو النتائج، فيما يتعلق الثاني بإعداد خطط العمل للمتابعة والتقييم. وكانت الحكومة قد بدأت مطلع الشهر الجاري ملتقيات تنشيط هياكل الإدارة والخدمة العمومية، بدءا بأعضاء الحكومة ثم الأمناء العامين، فالمستشارين القانونيين بالوزارات والمديرين الإداريين والماليين، على أن تتسع هذه الملتقيات في مرحلة لاحقة لتشمل جميع وكلاء الدولة والسلطات الإدارية والمحلية. قال وزير التشغيل والشباب والرياضة طالب السيد أحمد إن موريتانيا جاهزة لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقررة في الفترة ما بين 14 من فبراير المقبل والرابع من مارس من العام الجاري في ملاعب نواكشوط ونواذيبو. وأشار الوزير خلال زيارة أداها لملعب الشيخ أبيدية في نواكشوط التزام موريتانيا بتنظيم واستضافة هذا الحدث الكروي رغم الظروف الصحية أو الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا. التفاصيل فيما يلي. جاهزة موريتانيا لاستضافة كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة كيف تعرفوا، في غضون أسبوعين إلى 20 يوم 14 فبراير بالتحديد لهي موريتانيا تستضاف هذا الحدث الكبير. الإعلان عن جاهزية موريتانيا للبطولة الإفريقية جاء بعد جولة في ملعب الشيخ أو المركب الأولمبي طلع خلالها وزير التشغيل والشباب والرياضة الطالب سيد أحمد يوم الثلاثاء على مدى جاهزية ملعبي العاصمة للحدث، خاصة المركب الأولمبي الذي ستنطلق منه شرارة البطولة يوم 14 فبراير القادم. الجولة في المركب الأولمبي شهدت المرور بالغرف المعدة للمنتخبات والصحافة الدولية ومختلفي الزوار القادمين من 12 دولة إفريقية سيزورون البلاد في فترة البطولة التي أكدت الاتحادية أنها باتت جاهزة لاستضافتها. قارية من هذا المستوى، كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة، واليوم تتحقق أولا بفضل الله تعالى وتبارك وتعالى وفضل الإرادة القوية عند دولتنا، لأن احنا كاتحادية سعينا وطلبنا وقمنا بالدور على مستوى الكافية كأننا نجذب البطولة هون، يا غير لولا كانت هم دولة عندها إرادة قوية أنها تحقق هذا الإنجاز لشبابها ما يعود خلق. وهون ننوه بها ونوجه الشكر الجزيل فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني ومعالي الوزير الأول وأعضاء ومعالي الوزير بصفة خاصة والجميع على الدور اللي قاموا به ياك يتحققها، لأن الظروف ما كانت مساعدة، الظروف الصحية للعالم بصفة عامة ولبلدنا بصفة خاصة. جاهزية موريتانيا التي تحدث عنها وزير التشغيل والشباب والرياضة ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم تبقى غير مكتملة بعد، فلا تزال الأشغال سارية في الملاعب التي ستحتضن المنافسات. استضافة بطولة بهذا الحجم قد ينعكس على الجانب الاقتصادي للبلاد وليس الجانب الرياضي فحسب. هذا الحدث عنده جانب اخر، عنده جانب اقتصادي مهم حتى به له ضخ في الاقتصاد، وخاصه المقاولات الصغيره له يعطيهم فرصه ملي هما انعاش من مترجاج جايه فما الفنادق في نواكشوط وفي نواذيبو، دونك له تستضيف هذا الناس هذا الكم الهائل بارك الله من الناس
إنعاش اقتصادي مرتقب قد تجلبه البطولة بسبب مئات الزوار الذين سيحلون ضيوفا على مدينتي أنواذيب ونواكشوط اللتين ستحتضنان المنافسات، ومع ذلك لا تكاد تلمس بشوارعهما أي نوع من الاستعداد للحدث المرتقب قبل نحو 20 يوما من انطلاقته. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. الوزير الأول يستعرض حصيلة وافاق عمل الحكومة أمام البرلمان ويؤكد عزم البلاد على استعادة نموها الاقتصادي. الكشف عن وصول عائدات موريتانيا من الجمارك إلى 212 مليارا خلال احتفالية بعيد الجمارك الدولي. وزير التشغيل والشباب والرياضة يقول إن موريتانيا جاهزة لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الإنترنت. الله يريني على الشاشة. نشكر لكم كرم المتابعة ونترككم في حفظ الله وأمانه. We'll be right back.